أكثر الآباء والأمهات يحبوا جدا أنهم يشوفوا بناتهم وأولادهم نسخة بالضبط منهم، ويعتقدوا في اعتقادهم أيضا أن هذا هو الطريقة أو المكان المناسب. ومو بس كذا، الكلام هذا تحديدا مو بس على التخصص، الدراسة، الوظيفة، في العمل، لا مو كفاية أبدا، وما يقتنعوا بهذا الشيء أيضا في التصرفات، في الأسلوب وطريقة الحياة. طب بالنهاية كيف نقنعهم أنه الزمن تغير، الجيل أصبح مختلف عن الأجيال اللي تربوا عليها وعاشوها؟ أسئلة كثيرة ممكن أجاوب عليها اليوم أخصائية الاجتماعية مشرفتنا أستاذة دعاء زهراني. أهلا فيك أستاذة دعاء، مشرفة ومنورة اليوم. بداية، هل ممكن نعذر كل الأباء والأمهات في هذا الموضوع ونعتبرها من محبة لأبنائهم أنهم حابين يشوفوهم نسخة بالضبط منهم ولا لا؟ اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اهالينا تاج على راسنا، اكيد طبعا هم قيم، هم المبادئ، هم كل حاجه، لكن لازم يستوعبوا انه الجيل تغير تماما عن زمان. كل جيل ولي الاشياء الحلوه اللي فيه وفيه سلبيات، فاحنا نعطيهم هي كذا بالمختصر، احنا حناخذ كل ايجابياتهم ونطورها، وسلبياتهم حنتنافى عنها وحنبعد وحنبدا نعطيها بطريقة مختلفة عن ما كان. بمثلا يعني إحنا جيل متغير متطور، يعني أنا ما أقدر نقول إحنا من زمان وسائل النقل أنا أبغاها إلين دحين نفس الشيء، لا، اختلف الزمان، معناها حتى في العادات والتقاليد والمفاهيم إحنا نفسها، التعليم تغير، سبل التعليم كمان تغيرت، لأنه إحنا أول خلاص حناخد كتاب وحنقرأه وهذه هي طريقتنا. الآن اختلف، الآن خلاص هم الأيباد في يدهم، الكمبيوتر خلاص هو بيذاكر لهم، هو بيعطيهم، هو بيسويهم، حتى خف المهام عن المعلم زي زمان. فلازم الأبهات يستوعبوا أنه إحنا نشكركم على كل قيمكم ومبادئكم، ولكن باختلاف الزمان والمكان حتختلف الطرق الجديدة اللي إحنا لازم حنسير عليها. برأيك طيب أستاذة دعاء، إيش أكثر الجوانب للأهالي يحبوا أن أولادهم يكونوا نسخة منهم؟ يعني اللي أنا أعرف واللي عندي خبرة في هذا الموضوع أنه يحبوا مثلا الأب دكتور، الابن والبنت لازم يدخلوا نفس التخصص ويكونوا دكاترة بنفس الوقت، سواء الدراسة، العمل، الوظيفة، حتى طريقة الكلام. أيوة، هم يحبوا حتى يعني حتى طريقة الكلام. أنا كنت أرد على أبويا كذا، أنا كنت أرد على أمي كذا، صحيح هو الأدب والاحترام ما تغير، لكن الطرق اختلفت، لأنه الآن صار عندنا من أهم الأشياء في الحياة هي الحوار بين الأسرة، بين أفراد الأسرة. زمان كان معدوم الحوار، لأنه لما أنا أتحاور مع أحد أفراد أسرتي كان يتسمى عيب. الآن من التطور والعلم بأدب واحترام ما تغيرنا، لكن صار في أصبحت في لغة الحوار، صار في حوار، صار في أخذ وعطاء، صار لازم صحيح. الأم والأب ينزلوا شوية لمستوى أبنائهم في طريقة التعامل عشان يقدر يوصلوا لجيلهم. لكن زمان اختلف هذا الشيء، فإحنا نقول لهم إحنا في صحيح نحب نهجكم في الحياة ونحب عاداتكم وتقاليدكم، لكن في أمور اختلفت جدت علينا جديد. يعني نبدأ نتعلمها بطريقة مختلفة عن أول. يعني الأم ما حتتكلم، البنات ما حيتكلموا زي أمهم، ولا حيتحجبوا طريقة والدتهم، ولا حيسووا الواجبات اللي كانت تتسوى بنفس الطريقة، ولا حيتعلموا الطبخ، ولا حيتعلموا بالعكس حلو المطبخ وحلو الطبخ وحلو تربية الأبناء، صح، لكن بطريقة حلوة مرنة. يعني أنا ما أقول لك يصير تربية الأبناء كلهم عدادات، ولا أقول لك إحنا نقدر نستغنى عن الدادات، لكن أنا أجيب الدادة أخليها للبيت وأنا أكون مسؤولة عن أبنائي كمساعدة يعني، لكن ما أقول لك ألغي الشيء، يعني لا أخذ التطور كامل وأرمي الأبناء بس على الدادات، ولا كمان أقول لك لا أنا إنسانة عصرية مقديمة، الجارات حيعاونوني وكل اللي في الشارع حيعاونني في تربية الأبناء. إحنا اختلفنا في كده، فإحنا نكون أمة وسط، لا إفراط ولا تفريط، نأخذ أمورهم بطريقة سلسة مع التطور الحاصل، نأخذ إيجابيات التطورات. يعني ما أقدر أقول يعني مثلا أنا سيدي يخرج بدون جوال، لما يتأخر شوية كلهم يدوروا فينه عشان يقولك ما يؤمن بهذه الأمور. فإحنا لا، هو في تطور جديد، لكن أنا أخذ إيجابياته وأترك سلبياته الوحشة اللي هي ما تناسب لا ثقافاتنا ولا ديننا ولا عرق. حلو. يعني نحن اليوم نتفق أنه في تصادم كبير بين الجيلين، وفي اختلاف أيضا في كل المعايير، سواء في التفاهم، في الأسلوب، في النقاش، أيضا في الحوار. لأي شاب أو فتاة كيف ممكن يقنعوا أهلهم بأنه هذا الشيء تغير، صرنا في زمن مختلف، صرنا في جيل تكنولوجيا، فهذا شيء جدا مهم، إيش كيف ممكن نقنعهم؟ أول شيء لازم يكون في حوار دائم بين الأبناء
واهاليهم في ايش التطور اللي حاصل بطريقه محترمه بطريقه لبقه، لكن ما ننسى العادات الحلوة، إنه إحنا لو خرجناها من حياتنا انتهى الصورة الحلوة للحياة. يعني ما نبعد عن الواجبات الأسرية، الواجبات المجتمعية، العرف الحلو اللي ساد علينا من زمان نبدأ نلتزم فيه، ولكن بتفكك الصعوبات الموجودة فيه. يعني زمان كان في ربطة في الأمور، يعني لا كان لا يعني ما في ايوه ما في نقاش، ما في نقاش، ما في اي ما في يا بابا ايش رايك يصير. انا ما اروح مثلا ايوه ما انا ما اروح لكن اخوي يروح بدالي. اول لا مثلا الاب لازم يرص اولاده مثلا كلهم ياخذهم معاه زي طابور. دحين لا، مهام الحياه اختلفت، اوقات الدوام اختلفت، فلازم يكونوا مرنين. فيكون في اتفاق بين الاخوان انه حتتبادلوا المهام او حيتعاونوا في المهام مع الوالد. ما اقول لك زي الان انا يزعلني مره لما اروح مستشفيات واشوف الام او الاب كبار في السن لحالهم مع الدادات او السواقين. احنا ما نرمي المهام هذه كلها، يزعل يزعل انهم هم ربوا يبغوا يشوفوا حصات تربيتهم، لكن انا اقول الاتفاق هنا يصير بين الابناء، انه لا واحد اليوم حيروح مع الوالد المستشفى، واحد حيروح المراجعه، واحد حيروح عنده في البيت. هنا احنا مشينا على زمان وعرف زمان وحق الام والاب كامل، مع مراعاه الاوقات المختلفه الان في اوقات الدوام او الانشغالات الموجوده في الحياه. انشغالات الحياه، انشغالات الحياه. زمان ما كان في الدوامين هذه الطويله، ما كان الدوام 12 ساعه و10 ساعات، كان في سلاسه. يعني الظهر كل الرجال 12 2 هم قيدهم في البيت. ما كان في الغلاء الموجود ما كان ايوه بالضبط. الان في رجال يشتغلوا دوامين، يشتغلوا وظيفتين كمان، مو دوامين كمان. الام الان صارت تضطر تخرج للعمل، فاختلفت المهام. فاحنا نقول البيت اللي كلهم اطباء مو ضروري الجيل اللي بعده يصير اطباء، ممكن يختلفوا شويه في مجالات فعلا تعليميه مهمه مثقفه حلوه، لكن مختلف عن المسار. مو لازم مثلا الام في مهنه جامعيه لازم الابناء يكونوا في نفس المستوى، لا، هو ممكن يكون بطريقه مختلفه. يعني يمكن الان يمكن غفل عن الكل، يعني انه ممكن انا اخذ تخصصين في البكالوريوس، صح؟ مو واحد. ممكن الناس لا لازم بكالوريوس ماجستير دكتوراه، لا، انا ممكن اخذ تخصصين او ثلاثه في البكالوريوس لاني اكون متعمقه فيها اكثر وبعدين اخذ ماجستير. لكن زمان لا، لازم من يوم ما اخلص من الجامعه على طول اخذ الماجستير ولا اصير انسان فاشل. لا، احنا نبغى نرجع نقول لهم انه فعلا الفكره تغير حتى في طريقه التعليم. الان الدورات الاشياء اللي انا اخذها تنميني مساوية للمستويات التعليمية، ولكن أقل مسمى ولكن أكثر فهم ومعرفة. وغير كذا الوظائف، سوق العمل، مزاولة المهن المختلفة أيضا يعطيك كثير من الخبرات اللي ممكن ما تلاقيها أصلا في الدراسة. صحيح. أستاذة دعاء، طب خلينا نتكلم، يعني للأسف بعض الأهالي بيكون عندهم ما بتكون عندهم هذه المرونة اللي نتكلم عنها اليوم، بيكون عندهم لا إصرار على قرار معين، سواء كان على توجه معين في السلوك أو في الدراسة أو أيضا في العمل. إيش النتيجة اللي ممكن تحصل بالنهاية بسبب هذا الإصرار وهذا التعنت اللي نقدر نقول عنه؟ للأسف اللي حاصل إنه لما الأبناء يتنفروا بيخرجوا من بيوت أهاليهم، بيصير هنا في جاب كبير بين الأهل وبين الأبناء. ليه؟ لأنه ما صار في تفاهم. يا أنا حروح اليوم أقول للوالد أو الوالدة إنه أنا مشيت على النهج حقكم وقالوا لي أوكي، أو إذا خرجت عن المسار حقهم حيصير ابن عاق، وهذا غلط. حتى احنا نلاحظه حتى في زواجاتهم الان، مو بس في العمل، وحتى في اسلوب الكلام، حتى في اللبس، صحيح حتى في الزواج، حتى في الاكل والشرب. انتوا ليه بتاكلوا كده؟ طب ايش بها اليد؟ الاكل فيه بركه لما تاكل بيدك. لا، اختلفت الطريقه، اختلف الاسلوب، اختلفت المعايير في الحياه. فاحنا نواكب حياه زمان لكن بتطور الان. يعني الدين هو دين مرن لائق لكل زمان ومكان، يقدر يتواكب يعني مع كل اختلاف في الزمن. حتى المعايير العامة ما يقولوا بتختلف. يعني أمهاتنا وجداتنا دائما نمسك العصا من النص. يس. عشان ما يصير وسط. أي تصادم. الوسطية جميلة دائما، لا إفراط ولا تفريط. فحناخذ من أهالينا الشيء اللي يخلينا يعني مسايرين لعادات زمان وقيمنا الحلوة، احنا ما نقدر ننكرها، ما نتنازل عنها. عندنا قيم حلوة مرة جميلة ما نبغى نتركها، ولكن مع مواكبة العصر الجديد. الأهل صحيح. النصيحة اللي نقول لهم هي خليكم مرنين سلسين، واقبوا العصر من نواحي تقدروا تتغاضوا عنها. احنا ما نقدر نقول هم يقدروا في كل شيء، لكن في أمور سهلة. صحيح. يعني ايش فيها لما انا اجلس مع بنتي اتحاور؟ ايش فيها لما افهم منها واسمع منها اخذ رأيها؟ زمان ما في. يعني ماما ممكن اليوم ما اروح، لا كيف ما حتروح؟ تروحي.
لكن الان يقول لها طب ايش عندك ما حتروحي؟ صحيح. هل ممكن ينفع يعني نغيرها، نبدل المهام، اليوم انت بكره انا؟ فلما يكون في سلاسه انت حتقربي من ابنائك اكثر، حتى ما يصير في بعد يعني أسري كبير. ايوه هذه النصيحه اللي نختم فيها هذه الفقره. شكرا لك استاذه الله يسلمك زهران على هذه النصائح، واتمنى انه الاهالي ايضا ياخذوا فيها، ودائما وسطيه جميله في كل شيء. حنطلع فاصل قصير مع اغنيه جميله ونرجع لكم بعد الفاصل. Tell me that you need me.